في الفيديو الثاني. أنا جوزي صنايعي سيراميك ومعروض عليه وظيفة دائمة في كنيسة صيانة، حلال ولا حرام؟ العمل مباح، بس المشكلة أنه جوه الكنيسة عند الإمام أبو حنيفة ورواية عند أحمد أن العمل إذا كان في أصله حلال فلا معصية. يشتغل جوه في الكنيسة ويعمل سيراميك لا مانع شرعا، يرمم الكنيسة لا مانع شرعا، وده الرأي اللي أنا بأميل إليه. ما شاء الله، لا طالما أنك تميل إليه فإذا هو رأي حسن، يعني لو ما تميل إليه كان صعب نأخذ فيه، لكن طالما أنك تميل إليه ممكن يعني ندعو المسلمين إليه. لكن أين قال أبو حنيفة هذا الكلام؟ أين؟ ما هو يقول لك هذا عند الإمام أبو حنيفة ورواية عند أحمد، يقول لك عند الإمام أبي حنيفة ورواية عند أحمد. لا يوجد أبدا كلام لأبي حنيفة في هذا. أبو حنيفة أبدا لم يقل بجواز العمل في كنيسة، في ترميم كنيسة أبدا. والإمام أحمد أبعد من أبي حنيفة عن أن يقول هذا القول، إنما بعض الحنفية اللي هو ابن نجيم أجاز هذا. طيب إيش ذنب أبو حنيفة؟ بالله إيش ذنب أبو حنيفة إذا في واحد في آخر العصر اسمه ابن نجيم؟ تكفير كفر المسلمين، كفر من قال إن الله في السماء، قال بجواز العمل في ترميم الكنائس. أبو حنيفة إيش ذنبه؟ أين كلام أبي حنيفة؟ فمثل هذا الذين يفتون بقى وكذا يطالبون، إيتني بكلام أبي حنيفة، أنا أريد أن أسمع بكلام أبي حنيفة منه، هل هو قال هذا الكلام أم لا؟ رواية عند أحمد، أريد كلام الإمام أحمد بنفسه. بقى أحمد لا هو ولا الحنابلة قالوا بهذا. تعرف ماذا يقولون؟ بعض علماء المذهب الحنبلي قالوا إن المسلم يجوز له أن يعمل عند نصراني،